تبدو كصحراء كغيرها من الصحاري للوهلة الأولى، ولكن انظر إليها عن كثب وسترى مدينة بأسرها مطمورة تحت الأرض. ماذا يخفون بالضبط؟ وهل يمكن أن توجد مدن غريبة أخرى مثل هذا؟ في سنة 1915 وجد طفل حجراً كريماً من نوع أوبال في صحراء جنوب أستراليا. لفت اكتشافه الاهتمام إلى هذا المكان وغير التاريخ. بعد سنة فقط من ذلك وصل عمال المناجم إلى هذه المنطقة النائية على أتم الاستعداد لتجربة حظهم في العثور على تلك الأحجار الكريمة المميزة. واليوم تعرف مدينة كوبر بيدي بعاصمة الأوبال وتلبي معظم الطلب العالمي. بمجرد أن وصل عمال المناجم إلى كوبر بيدي قوبلوا بمناخ قاس لا يطاق. أثناء أشهر الصيف يمكن أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية في الظل مع قلة المطر والشجر. ما من مكان للاختباء من حرارة الصحراء ما عدا في أعماق الأرض. حفر عمال المناجم كهوفاً داخل سفوح التلال وأعدوا المخيمات هناك وأطلقوا عليها لقب الملاجئ الأرضية. وكمكافأة إضافية حصلوا أيضاً على حماية من العواصف الرملية الصحراوية. حسناً لنقم بجولة. هيا، المنزل العادي تحت الأرض هناك عبارة عن كهف مكون من 3 غرف مع مطبخ وغرفة جلوس وبيت استحمام. بمعزل عن الجدران الصخرية وقلة النوافذ يمكنك بسهولة الخلط بينه وبين منزل عادي فوق الأرض. تتمتع المنازل بجميع المرافق الضرورية، الصرف الصحي والماء والكهرباء. وغالباً ما نجد في هذه المنازل مدخلاً منفصلاً للمناجم، فلا يضطر عمال المناجم حتى إلى الخروج فوق الأرض للذهاب إلى العمل. اليوم هناك حوالي 2500 ساكن في كوبر بيدي. يأمل صائدو الثروات الذين يأتون من كل حدب وصوب كسب ثروة بفضل هذه الأحجار الكريمة. العمل الدؤوب والحياة تحت الأرض لم تخفي أو تبعد هؤلاء المغامرين الجريئين. العثور على أوبال قيم وثمين ليس بالأمر الهين، إذ تتفاوت ألوان هذه الأحجار وأحجامها ويصعب أحياناً تقييمها، وتكون الأكثرها شيوعاً عديمة اللون. لا تتحمس كثيراً إن وجدت واحدة، فهناك احتمال كبير أنك لن تكسب دولاراً واحداً حتى. التلاعب بالألوان في أحجار الأوبال قصة مختلفة تماماً، فهذه نادرة جداً وثمينة. أكبر وأثمن أحجار الأوبال قد عثر عليها في الواقع هنا في كوبر بيدي. تزن الجوهرة 3.4 كيلوغرام، وهي تشبه في شكلها كرة البولينج، وسميت استراليس الأولمبية، وقدر ثمنها $2.5 مليون. تنتج كوبر بيدي أيضاً كميات هائلة من أحجار الأوبال السوداء، النوع الأكثر ندرة. مع الوقت أصبحت مدينة كوبر بيدي معلماً سياحياً شهيراً. يتوافد الناس من جميع أنحاء العالم لرؤية أكبر مصدر لأحجار الأوبال على وجه الأرض، ويلقون نظرة على المدينة العجيبة المطمورة تحت الأرض، وهي مدينة حقيقية قائمة بحد ذاتها، إذ فيها متاجر ومقاه ومعارض فنية وفنادق حتى. احترس فقط عندما تكون في الخارج وتود التجول في المنطقة، فالأرض هناك مليئة بالحفر الضخمة التي تمتد إلى أعماق الأرض. هذه آبار المناجم والألغام، وهناك لافتات في كل مرة تحذر من وجودها. قد لا ترى إحداها قبل أن تجد نفسك في الأسفل. حتى إن لم تكن مهتماً بالأحجار الكريمة الثمينة، إلا أن لكوبر بيدي أطناناً من المشاهد الساحرة. فمثلاً أطول سور في العالم يمر عبر هذه المدينة. يمتد سور الدينغو على طول الربع الجنوبي الشرقي لأستراليا تقريباً، ويقدر طوله بحوالي 5600 كيلومتر، وذلك أكثر من كاف ليمتد من ساحل أمريكي إلى آخر. يمكنك أيضاً مشاهدة نقاط التشتت بينما تمتع ناظريك بهذه الهضاب والتلال الجذابة وشمس الصحراء الحارقة. من الصعب تصديق أن كل ما تراه الآن
كان قبل 70 مليون سنة خلت مطموراً تحت المياه. المدينة البيروفية لا رينكونادا هي معاكسة تماماً لكوبربادي، من أعماق الأرض في منطقة نائية إلى ارتفاع حوالي 4900 متر في جبال الأنديز، وتعد بذلك أعلى منطقة سكنية للبشر على سطح هذا الكوكب. ولكن على غرار عاصمة أوبال الأسترالية، تحول هذا المكان من قرية صغيرة إلى مدينة ضخمة تضم 17,000 ساكن حالفهم الحظ في العثور على الذهب في الجبال. هذا المكان ليس لضعفاء القلوب. يجد بعض الغرباء صعوبة في التنفس بسبب الارتفاع الشاهق لهذه المدينة. ربما لن تلاحظ أي شيء مميز بشأن هذه القرية البولندية الصغيرة، ولكن هناك شيء مفقود. ما من صبيان، ليس هناك ذكر واحد ولد هنا منذ قرن تقريبا. يقول السكان المحليون أنه لطالما كان عدد حديثي الولادة من الصبيان منخفضا بشكل غير عادي. ليس لدى العلماء تفسير منطقي لطبيعة هذه الظاهرة، ولكن يعد مسؤولو القرية بمكافأة للزوجين اللذين ينجبان صبيهما الأول. تجذب مدينة سانت نالديلس بوديغس في إسبانيا السياح من جميع أنحاء العالم. ذا عصيتها لأن هذه المدينة قد بنيت داخل صخرة عملاقة. أثناء المشي على طول العديد من الطرقات لن ترى السماء فوق رأسك عندما تنظر إلى فوق، مجرد سقف صخري متدلن. لا تقلق بشأن انهياره، ظلت هذه الصخور على حالها منذ قرون مضت. تخيل الوصول إلى الطرف الآخر من مدينتك مرتدياً نعلاً وبيجامة. لن يكون ذلك غريباً إن عشت في ويتير في ألاسكا. يعيش معظم سكانها تحت سقف واحد. حسناً، ينجح الأمر عندما لا يتجاوز عدد السكان حوالي 220 نسمة. موطنهم حرفياً عبارة عن مبنى من 14 طابقاً ويسمى أبراج بيجاش. يتضمن هذا المبنى مركزاً للشرطة ومكتب بريد ومستشفىً ومتجر بقالة وغيره من الخدمات الأساسية. المدخل الوحيد إلى ويتير نفق أحادي المسار بطول 4 كيلومتر، أطول نفق طريق سريعاً في أمريكا الشمالية لمعلوماتك فقط، ويغلق أثناء الليل. توجد مدينة أخرى متناهية الصغر في منتصف أريزونا، محاطة بالأخدود العظيم غريت كانيون. تعد قرية سوباي منعزلة تقريباً عن بقية البلاد. للوصول إلى هناك ستحتاج إلى مروحية، أو يمكنك المشي على طول تلك المسافة. وهذه أيضاً المدينة الوحيدة في الولايات المتحدة التي تستعمل خدمة توصيل البريد على البغال. للقرية عدد سكان تجاوز 200 نسمة بقليل، ولكنها توفر فندقاً إن كنت تود زيارتها. ولديهم شلال مذهل يجب أن تراه شخصياً لتصدقه. وإن كنت تعتقد أنها أصغر مدينة في العالم، لنذهب الآن إلى قرية مونوي في نبراسكا. عدد سكانها 1. إلسي آيلر هي الساكن الوحيد، وهي أيضاً عمدة، في الواقع مستشارة مجلس المدينة وأمينة مكتبة وبائعة وتملك حانة، ولكنها ليست بمفردها. أصبحت القرية شهيرة للغاية، لذا يزورها أصدقاؤها من المدن المجاورة، والسياح يتوافدون على مونوي طوال الوقت. بالحديث عن المناطق الباردة، ماذا عن أبردها جميعاً؟ أوماياكن هي قرية في سيبيريا حيث تم تسجيل أدنى درجات حرارة لمنطقة مأهولة، 68 درجة مئوية تحت الصفر. هذا أقل من معدل الحرارة على كوكب المريخ. تتجمد الفواكه إلى صخور مزركشة وصلبة، ويتحول الماء إلى جليد على الفور. ولكن بالنسبة ل500 ساكن في هذه القرية، هذا مجرد جزء من حياتهم اليومية. مهلاً، على الأقل لديهم طقس صيفي جميل يتطلعون إليه. ستلاحظ على الفور شيئاً مميزاً بشأن هذه المدينة في شيف شاون في المغرب. جميع المنازل والمباني زرقاء اللون. هناك بضع تفسيرات وراء ذلك. يقول بعضهم أن اللون الأزرق يشبه السماء، والتفسير الثاني أقل شاعرية، يزعم أن هذا اللون يطرد البعوض.
إن سافرت إلى بعض المناطق في الصين، قد تفكر أن طائرتك قد حطت عن طريق الخطأ في القارة الخاطئة. الصين زاخرة بنسخ كاملة من المدن من جميع أنحاء العالم. يمكن لسكان غواندونغ الاستمتاع بنسخة طبق الأصل من المدينة النمساوية التاريخية هولشتات. وأي شخص في شانغهاي يمكنه تناول عشاء رومانسي بمشهد يطل على برج إيفل. حسناً، على الأقل نسخة منه. تحتوي مدينة تشانجان الساحلية على مركز تسوق خارجي يشبه قرية إيطالية بالضبط. الصين موطن أيضاً لأكبر مدينة أشباح في العالم. مرحباً بك في مدينة أوردوس. رغم أنها مصممة لأكثر من مليون شخص، ظلت غير مأهولة بمعظمها لعدة سنوات. عندما بنيت، لم يستطع العديد من الناس تحمل تكلفة السكن في هذه المدينة، ولكن في السنوات الأخيرة تغير الوضع إلى الأفضل، وأصبحت اليوم مدينة الأشباح السابقة تعج بالسكان. هناك بلدة كاملة على بحر قزوين على بعد 100 كيلومتر من باكو في أذربيجان. بدأت المنشأة الصناعية لشركة الصخور النفطية بمسار واحد يربط منصات الحفر. على مر العقود أصبحت مدينة متكاملة تضم 2000 ساكن. لديها نظام طرق ومبان متعددة الطوابق وكافيتيريا وملعب لكرة القدم وبعض المصانع وورشات العمل حتى. يمكن العثور على مجتمع آخر في المياه في بحيرة ميري كيبو في فنزويلا، لكن مثل هذه المنازل المميزة ليست أغرب شيء في هذا المكان. فهذه المنطقة هي عاصمة البرق في العالم. يرى سكان هذه القرية العواصف الرعدية خلال نصف عدد الليالي في السنة. يمكن أن يحدث ذلك ما يصل ل280 مرة في الساعة الواحدة. تساءل العديد من العلماء عن سبب هذه العواصف المستديمة. يتفق الكثير منهم على أنها نتاج للرياح من الجبال المجاورة. أعتقد أنها مكان آسر، مخيف قليلاً وصاخب كثيراً، ولكنه مكان خلاب. إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق. وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.